toutes les planètes. Information. Clair et net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم أخواتي وإخواني في التسجيل 10 من دروس الوورد. اليوم اختاريت لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم أننا غندرسوا طابلو اللي هو الجدول. كيفاش إمكانيات اللي كتخليني كيفاش يمكننا ننشئوا فيها الطابلو، شحال من طريقة كاينة، كيفاش نزيدوا، كيفاش ننقصوا، كيفاش نقلبوا الورقه تولي بيزاج وترجع بورتري. بيزاج هي بالعرض، بورتري تكون هي يعني بالطول. وكيفاش ندمجوا ما بين الخانات، نكتبوا في وسط الطابلو، خارج الطابلو، وهكذا. كيفاش نمسحوا عاوتاني، نمسحوا شي كولون ولا نزيدوا. اذا على بركه الله غنمشيو للطرائق كيفاش يمكننا نزيدو الطابلو وكيفاش نخدمو به. إذا نديرو ألت على بركة الله، نمشيو على اليمن، نمشيو للإنسيرسيون، اوكي اكوي انسيرسيون. هنا نهبط نديرو طاب مره واحده، نمشيو للسهم الايمن. عفوا، ها هو طابلو باغ دوتي. هنا نديرو اونتري طابلو ليست طابلو اكس 1 كروباج طابلو اكس 1. هاد طابلو اكس 1 يعني تيقولنا بان هذا سطر واحد وخانه واحده. الا بغينا نزيدو الخانات، طبعا هذا الاسلوب الاول. الاسلوب الثاني بلاتي نزيدو الخانات، نزيدو نمشيو بالسهم الايمن، لان دابا حنا في الطابلو يعني اختارينا اننا نخدمو من اليسر اليمين، يعني في الشكل ديال الفرنسيه ماشي العربيه. ملي نديرو العربيه كنديرو الكيرسور كونترول ماج ادروات او كونترول ماج دي، تيقول لك تحطنا الكيرسور على اليمين، وعاد نجيبو الطابلو بشكل عادي. وهنا غادي نزيدو الخانات بالسهم الايسر، لان العربيه كتقرا من اليمين لليسر، دابا الفرنسيه من اليسر لليمين. اذا ندوزو بالسهم الايمن طابلو اكس 2، يعني سطر واحد وجوج ديال الخانات. طابلو اكس 3، نعم اكس 3 يعني ثلاثه الخانات وسطر واحد. نهبط بالسهم الاسفل طابلو 2 اكس 3، طابلو 2 اكس 3 السهم الاسفل طابلو 3 اكس 3، بركه 3 اكس 3. نديرو دابا اونتري، بمعنى حنا اختارينا بشكل آلي أننا نديرو ثلاثة ديال ثلاثة على ثلاثة، يعني ثلاثة ديال الخانات وثلاثة ديال ثلاثة السطورة. هنا غنتحركو فيهم هما خاويين بالسهم الأيسر والسهم الأيمن. كولون دو كولون دو، ولكن إلا كانوا عامرين من الأفضل نمشيو بالطابيلاسيون أو ماز طاب. أنا نرجع بماز طاب دابا، كولون دو كولون أن، هذا برجع بماز طاب. دابا ندير طاب كولون دو كولون 3 ليني 2 كولون 1. ها هو مشى، ملي درت الطاب مره اخرى مشى لين 2 كولون 1 كولون 2 كولون 3 كولون 3 في السطر الثاني. نزيدو ليني 3 كولون 1 لين 3 كولون 1 كولون 2 كولون 2 كولون 3. دابا في هذه اللحظه الى زدت طاب واحده اخرى بشكل الي غادي تزاد لنا سطر من ثلاثه ديال الخانات. نديروها hors de tableau tableau de 4 lignes et 3 colonnes niveau 1 ligne 4 colonne 1. سمعتوا؟ hors de tableau كاين 4 ليني، يعني زاد السطر الرابع و 3 دي كولون. نمشيو بالطاب كولون 2 كولون 2 كولون 3. طيب دابا هنا مثلا انا بغيت نكتب ندير عنوان في اعلى قبل من الطابلو، غندير كونترول اوريجين ليني 1 كولون 1. هو قال لي ليني 1 كولون 1. غادي ندير اونتري المره الاولى او الثاني، ونطلع دابا السهم الاعلى فيد فيد. هما جوج الصوره خاويين فيد فيد. انهبط ها الفيد الاولى، ها هو الفيد الثاني. الفيد الثاني راه سكت فيها، ومن بعد دخلني في وسط الطابلو ليني 3 ليني 3 ليني 2 ليني 1. ها زيد نطلع، انا خرجت فيد فيد.
سمعتو فيد فيد يعني جوج سطور خاويين. بغيت نقص شي سطر ندير روتور ارير مرة واحدة. ها هو نقص فيد تابلو دو كات اور دو كات فيد 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 فيد. واخا يقول هاد فيد فيد بزاف د المرات راه ما تما معناهاش. نبداو من الاول ندير كونترول اوريجين ونهبط بالسهم الاسفل. فيد تابلو دو كات سمعتو ليني ان كولون ان يعني هو هذا. اذا ندوز بالسهم الايمن كولون 2 كولون 3 كولون 4 ليني 2 كولون 1 كولون 2 كولون 3 وانا كنتسارى فيهم. هذه الطريقه الاولى. دابا نحاولوا نحيدوا داك السطر اللي تزاد لينا. ليني 3 كولون ليني 4 اور دو تابلو دو 4 ليني 3 كولون اور دو تابلو. احنا تنطلع وهبط بالسهم الاسفل. اذا غندير ابليكاسيون كوبي مون ديسپونيبل copier non disponible coller non disponible insérer sous menu insérer et il a voulu nzid supprimer les cellules supprimer les cellules entrer supprimer les cellules dialogue خرجت لي واحد بواط دو ديالوغ vers la gauche bouton radio coché décaler يعني ندفع les cellules vers la gauche l'essar décaler les cellules vers le haut bouton radio coché هذا تا هو اللي بغينا ندفعوه الفوق. supprimer la ligne entière bouton radio coché supprimer la ligne entière نديرو اونتري ونشوفو اذا واش غيقولنا. document 1 document microsoft word edition multiligne page 1 interligne 1 2 lignes vides tableau de 3 lignes et 3 colonnes niveau 1 سمعتوها طلعت طابلو دو 3 لين 3 كولون رجعناه كيف كان متفقين. اذا دابا نجيو للطريقه الثانيه ما نحيدوش هاد الطابلو بلاتي علينا وعاد من بعد نمسحو كلشي الا بغينا نديرو كونترول فان اور دو تابلو انترليني. انا خرجت فتحت درت جوج اونطريات يعني خليت جوج فراغات. اذا الطريقه الثانيه باش يمكن لي نصاوب واحد الطابلو اذا ندير الت ريبون باج دو بروبريتي اونغلي دو روب اونغلي اكوي اونغلي سيليكسيوني احنا في اكوي ندوزو على اليمن انسيرسيون اونغلي سيليكسيوني طاب انسيرسيون باج دو بروبريتي اما طاب او اللي عنده اضافه غيهبط بالسهم الاسفل. اذا نمشيو بالسهم الايمن حتى نلقى تلقى ان شاء الله الرحمن الرحيم طابلو باج فيرج بوتون سو دو باج بوتون تابلو بار دوتي تابلو غري دو بوتون ديرولون. هنا غندير اونتري. دابا عوض ما نهبط بالاسهم ولا نمشي بالطابيلاسيون ونرجع بالماز طاب باش تكون قريبه تمشيو الان سيري عن طابلو ماز طاب تابلو رابيد سو منيو فوي دو كالكول اكسل. هاد فوي دو كالكول اكسل هادي الا بغينا اكسبورتي شي حاجه للاكسل على اي حال ما كنتقنش هاد العمليه convertir le texte en tableau. الى هذه ما كان هي قالك نون ديسپونيبل باش يمكن لي نحول واحد التكست نردو في وسط الطابلو بشكل الي ولكن ما كتصدقش. ديسيني تابلو ديسيني هذه بالنسبه للمبصرين هما اللي يقدروا يرسموا احنا ما يمكنش. انسيري تابلو ماز طاب انسيري ان تابلو نديرو اونتري هنا. انسيري تابلو ديالوغ تاي دو تابلو نومبر دو كولون اديسيون سيليكسيوني 5 هنا بار ديفو كيعطيونا خمسه ديال الخانات وجوج ديال السطور. اذا الا بغينا نديرو مثلا حنا 3 على 3 ما علينا الا نمسحو ندوزو بالاسهم يسار ويمين 5 5 فيد فيد نهبطو نطلعو 4 هو 4 مي هبط لتحت ولا 4 3 3 او نمسح فيد 3 درت فا ومسحت 3 وغندير مثلا ندير انا كاع ندير 6 6 6 ست خانات وندير طابيلاسيون ستة نومبر دو ليني اديسيون سيليكسيوني دو قالك مومبر دو ليني شحال العدد وقالك جوج نديرو فان ونمسح الجوج وندير مثلا خمسة خمسة وندير اونتري مباشرة طق ها هو تحط اسمع دوكيمون ان دوكيمون ميكروسوفت وورد اديسيون ملتي ليني تابلو دو 5 لين و 6 كولون نيفو 1 لين 1 كولون 1 باج 1 انتر ليني 5 تابلو دو 5 لين 5 لين 6 كولون داكشي اللي صوبناه دفعة واحدة كيف بغينا. إذا نتمنى من الله يكون هذا الشيء واضح الطريقة الأولى والطريقة الثانية والسيبريسيون إلا بغينا نمسحو شي كولون ولا يعني نمسحو شي ليني مثلا. أما إلا قلنا كولون راه تنزلنا على لي كولون كاملين تقريبا ديال الجهة كلها تحيدها. إذن دابا افترضوا جدلا حنا بغينا نكتبوا شي لائحة الأعضاء ولا جددة ديال الأساتذة اللي كيبغيو يديروا الجددة ديالهم وفي العادة الجددة كتكتب بالعرض ما كتكونش. إذا نديروا كونترول أ نمسحوا هادشي سيليكسيوني تو حنا مسحناها دابا ولا عندنا لاباج فيت خاوية ما فيها حتى شي حاجة
نديرو كونترول اوريجين عادي. قلنا بغينا نصاوبو شي جدادة ولا نقولوا لائحة أعضاء مثلا ولا لائحة الحضور. مثلا لائحة الحضور أفضل نديرو لائحة الحضور. أول حاجة نردو الكلافي، نردو الكيسور على اليمين باش نكتبو من اليمين لليسر، كونترول ماس أدروات في دقة واحدة، ونديرو انتر اف باش نتأكدو. ستيل نورمال فيردان 11 بي تي كولور بار ديفو الينيمون أدروات انتر لينيو 1 الينيمون أدروات. بلاتي ونريقلو نجيبو الكلافي ديال العربية إن شاء الله الرحمن الرحيم. دابا نحاولوا باذن الله، بما اننا احنا مبدئيا احنا عارفين بان غتكون طويله شي شويه، وهنا غتكون واحد الاضافه زايده بالنسبه ليا معكم الاخوان ديالي، هو ان في العاده فاش كنديروا هنا هاد الخانات وانسيريناهم وزدناهم بالطريقتين سواء الاولى ولا الثانيه تيكونوا قد في العاده بالنسبه للبلاصه ديال الترقيم مثلا غير الارقام، خاصها تكون صغر من البلاصه اللي تكون فيها الكتابه مثلا. وعاوتاني كاينه حاجه اخرى، سطورة، فعلا سطورة الا بغينا نكتبو في السطر ما نحتاجوش، بمجرد ما كتسالي الكتابة هو كيوسع ديك الخانة بوحديتو، يعني كينزلها كيكبرها. ولكن الا انا مثلا غنامبريمي هذيك الورقة، غادي نامبريميها ونقولو مثلا فيها الرقم الترتيبي يعني اللي ديال الحضور اللي غنسجلو، او غندير ارقام مثلا مباشرة، وغنديرو مثلا في الخانة الثانية الاسم الكامل، ونديرو الصفة، ونديرو الهاتف، ونديرو البريد الالكتروني. البريد الالكتروني في العاده كاين اللي عنده طويل، يمكن ما تقدناش، قدنا خصنا نوسعو شويه من 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 من, من السطر، نوسعو واحد شويه، ملي غادي نوسعو غيتوسع عليهم كاملين باذن الله. ولا كنا غنكتبو في البيسي ما نحتاجوش لا نوسعو لا والو، نعمل لنا السطر كيتزاد مع الزياده ديال الكتابه. اذا على بركه الله، اول حاجه غنحولوا الكتابه نرجعوها بيزاج يعني بالعرض. باش تكون بيزاج كتكون كنكسدوا الورقه ا 4 وكننعسوها، كتكون ناعسه ما تكونش واقفه. كنديروا الراكورسي كلافي ديالها الت ام اكس، الت ام ريبون باج دو وندير اكس اكس ميزون باج باج دو بروبريتي ميزون باج بار دوتي orientation bouton de liste déroulante enfoncé sous menu bascule entre les orientations portrait et paysage des pages. سمعتوا؟ appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. هادي غير الشرح اللي بغا يقول F1 باش يشرح لك اكثر، ما يحتاجوش. اذا نطلعوا بالسهم الاعلى والاسفل. بيزاج. بيزاج. بورتري. انا دابا خدام غير بالاعلى. يعني كيدور بيناتهم بجوج. بيزاج هو بالعرض، نديروها بيزاج. ها هي. ها دابا. دابا نحاولوا ننشئوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد اللائحة الحضور، وحنا غنسميوها باش نكونوا عمليين اكثر. اذا نحاولوا نحدوا واحد الفراغ الاول اللي غنديروا فيه التاريخ، والفراغ الثاني اللي غنكتبوا فيه الاسم ديال الخانة يعني الاسم ديال الطابلو، ونديروا الفراغ الثالث نخليو الطابلو مستقل على الاسم. اذا نديروا اونتري الاولى، هذه البلاصه السطر، هذه البلاصه نتاع العنوان، هذه البلاصه اللي غنرسموا فيها نحطوا فيها الطابلو ديالنا. اذا نقولوا مثلا غادي نديروا 10 ديال اذا غنقولوا الرقم الترتيبي واحد، هذه الخانه الاولى، ونديروا الاسم الكامل جوج، هذه الخانه الثانيه، ونديروا التليفون الهاتف الخانه الثالثه، والخانه الرابعه غنديروا فيها البريد الالكتروني. اذا قلنا الرقم الترتيبي، الاسم الكامل، الصفة نسيتها، الصفة، الهاتف، البريد الالكتروني، والتوقيع هو السادس. اذا حتى اتفقنا على 6، ونديروا مثلا 10 ديال 10 ديال السطورة، مثلا نديروا 10 ديال السطورة. نديروا الت ريبون باج دو بروبريتي باج دو انسيرسيون غليسي انسيرسيون باج دو بروبريتي نمشيو على اليمين دابا باج فياج بيسو دو باج تابلو بار دوتي تابلو تابلو غريب دو ونديرو اونتري تابلو وهنا نرجعو بماز تاب تابلو فوي دو كونفيرت ديسين انسيري ا تابلو انسيري ان تابلو نديرو اونتري انسيري ا تابلو ديالوغ تاي دو تابلو نومبر عطاونا 5، حنا قلنا شحال 6، نديرو نهبطو غير بالسهم اسفل 4 5 6 طلعت بالسهم الاعلى رجعت 6 طاب نومبر دو ليني ايديسيون نديرو نديرو هنا نديرو فان نمسحو داك 2 ونكتبو مثلا 15 كاع 1 5 15 ونديرو اونتري ميكروسوفت وورد اذا نشوفو ليني هابط بالسهم الاسفل ligne 13 ligne 14 ligne 15 ah. Le tableau est vide
vide. إذن خاوي نطلعوا الفوق. ligne 4 ligne ligne 2 ligne 1. إذن شنو قلنا؟ هاد ليني 1 حنا كولون 2 كولون 1 مشيت بالسهم الأيسر. دابا حنا بالعربية ردينا الكيرسو على اليمين قلنا. إذن هادي غادي نسالي غندير ماز وغادي وغادي نهبط حتى نلقى نهبط بالسهم الأسفل باش يتسليكسيونا لي هاد الخانة بوحديتها. حتى ل 15 عاد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 16 خمسة نو سيليكسيوني نفت 15 لأن الأولى خصها تكون محسوبة. إذا دابا غنمشيو للبروبريتي نديرو أبليكاسيون كوبي بروبريتي دو تابلو بروبريتي دو تابلو نديرو أونتري بروبريتي دو تابلو ديالوغ أبياج دو تكست ألينيمون غنمشيو بكونترول تاب تنسمعو كولون أونغلي ليني colonne onglet sélectionnée colonne onglet under tab propriété du tableau dialogue taille colonne 1 largeur préférée case à cocher cocher هادي خصها تكون مكوشيه largeur préférée case à cocher cocher under tab largeur préférée édition sélectionnez 4,16 cm 4,16 cm نخليو ديك 16 ونرجعوها 2 2,16 cm اذا ندير فان ومشي بالسهم الايسر سي اسباس 6 واحد واحد فيرغول ونمسح دابا أربعة وندير اثنان اثنان وندير اونتري دوكيومون ان مايكروسوفت وورد تابلو دو 15 لين اي 6 كولون نيفو 1 نشوف دابا كولون 1 باج 1 انتر اور دو تابلو تابلو دو 15 لين اي 6 كولون نيفو 1 لين 1 لين 2 لين 1 كولون 2 كولون 1 كولون 1 هذا مزيان. دابا اذا هادي راه صغارت نديرو مثلا نديرو كلافي دابا بالعربيه طبعا الت ماز عرب ماروك حنا غندير غندير را وندير اسباس ندير ندير بوان بوان اسباس وندير تاء تاء صافي دابا ندير تاب كولون 2 هاد كولون 2 ماشي مشكل نخليوها عاديه كولون كولون 2 غنكتبو فيها مثلا قلنا الاسم الكامل الاسم الاسم الكا الميلان الكامل الكامل ندير طاس كولون 3 الصفة اللام صاد فتاء مربوطة ونديرو طاب كولون 4 غادي نديرو دابا الصفة غنديرو هنا الهاتف اللام ها الف تاء فاء ندير طاب كولون 5 البريد الإلكتروني ألف لام راء عفوا راء باء راء ياء البريد ألف لك تاء راء ياء الإلكتروني هذا خصو يكبر طاب كولون 6 نديرو التوقيع ألف لام تاء واو قاف ياء عين التوقيع إذا هالتوقيع هذا براسو غادي نسخروه غنسخروه اذا غنسيليكسيونيو هاد البلاصه ديال التوقيع نحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 11 12 13 15 نديرو ابليكاسيون كوبي ونطلعو البروبريتي بروبريتي دو تابلو اونتري بروبريتي دو تابلو ديالوغ تاي كولون قال لي تاي كولون اوكي بوتون ندير تاب او خلاني في لا كولون انيلي بوتون اونغلي كولون لارجور بريفيري كازا كوشي كوشي ندير نديرو تاب لارجور بريفيري اديسيون سيليكسيوني 4,16 سنتيم 4 لاحظتو 4,16 هي اللي كانت عندنا قبيلات دابا عاوتاني غنديرو فان فيد وغنخليو فرونس فرونسي 4 فرونسي 16 نرجعو هاد 900 سنتيمتر اسباس 6 مش حنا هادشي كله دابا نخليو غير ديك سنتيمتر 6 واحد 4 هنا غادي ندير دابا مثلا زوز زوز بركة زوز سنتيمتر وندير اونتري دوكيومون انا قلصت منها دابا نرجع بالسهم الايمن تابلو دو 15 لين كولون 5 كولون 6 الف التي لاحظتوا نرجع تغير بالسهم قال لي الف نرجع بماسطاب كولون 5 البريد الالكتروني البريد الالكتروني غادي نلقاو فيه تا هو 4.16 نحاولوا نسيليكسيونيو ها هو يعتبروا واحد
جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة 11 12 13 14 15. طبعا عاودوا لنا الزوا 10 ابليكاسيون حيت راه بقات مسيليكسيونيا. فهمتي؟ دابا ممتازه ولات. اذا تيظهر لي هادو هما هكا يمكننا نديرو اللي بغينا. نرجعو بمزطا راء تاء نهبطو بالسهم الاسفل ندير مثلا زيرو نهبط هذا رقم الترتيبي ليني صفر سبعة ليني صفر ثمانية ليني صفر تسعة ليني ديس ندير عشرة واحد صفر ليني أونز واحد واحد ليني دوز واحد اثنان ليني تخيز واحد ثلاثة ليني كتورز واحد أربعة ليني كنز واحد خمسة صافي هكا مزيان. هاو قالنا اوغ دي طابلو. اذا هنا غنديرو السميه ونديرو اللي بغينا. يعني كونترول اوريجين. اذا هنا غنكتبو مثلا مكناسي. ال ام ام ال انجلي ايتاز عرب ماروك ميكانو الكس مكناب فا بيا في اس دو بوان دو بوان ونديرو espace on dirait point 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 ha on va mettre le sable asphalte vide on écrit لائحه حضور لام همزه على ح تاء لائحه لام ح ض و ر الحضور الحضور وغادي ندير كونترول اوريجين مكناس في ندير لا ندير ماج السهم اسفل بس سيليكسيونا مكناس في وندير كونترول ماج اغوس هيا مشات اليسار ان شاء الله ندير انسر اف باش نتاكد ستيل نورمال اريال 11 بي تي كولور بار ديفو الينيمون ا غوش انتر ليني مزيان اذا نهبط مره اخرى لائحه الحضور اوريجين وندير ماج السهم اسفل لائحه الحضور وندير كونترول او سونتري وهكا فيد انا ساليت هاد النوع من انواع الطابلو. مثلا نفترضوا جدلا انني بغيت نخلي الرقم الترتيبي ونخلي التوقيع ونخلي نهز مثلا سيليكسيوني غير دابا المحور اللي باغي ندوز ليه دابا هو لا فيزيونمون ديال لي سيلول. يعني كيفاش يمكن لي نحيد هذوك الاعمده اللي كتفرق ما بين هاد لي سيلول. بعدا واحد المساله اخرى خصنا ندخلوا هادشي يكون سونتري تابلو دو 15 ليني 6 كولون نيفو 1 ليني 1 كولون تان انتر ليني سامبل را تا ندير ماز وندوز بالسهم الايسر را اس تا سيليكسيون ال سمول الصفه الهاتف انا غادي بالسهم الايسر البريد للتوقيع ندير كونترول او سونتري او ادخل في السونتري مزيان. اذا نحيد لا سيليكسيون في الكتابه دابا راها مزيانه وداك الشيء هو هذاك مقاده في الكتابه يمكن لنا نامبريميوها بكل بساطه. قريب ان شاء الله نديرو الدرس ديال الامبريسيون خا ما فيهش بزاف ولكن غندمجوه مع شي حاجه باذن الله. اذا مثلا فرضا نرجعو بمزطا طاب نشدو هذا الاسم الكامل نديرو ماز ونمشيو نسيليكسيونيو الصفة الهاتف مثلا هادو ثلاثة غنحيدو الاسم الكامل الصفة والهاتف غنحيدو هاد الخانات اللي بيناتهم يوليو عنوان واحد الاسم الكامل والصفة والهاتف. إذا غنديرو أبليكاسيون كوبي وغنطلعو بروبريتي دو تابلو السهم الأعلى Ajustement, alignement de cellules, orientation du tape, bordure et trame. Fusionner les cellules. Aïe, on a fait de fusionner les cellules. Nous allons entrer. Document 1, Microsoft Word. Document 1. هنا غتلاحظوا بان ولا عنوان واحد. تابلو 2. ليني 1 كولون 2. الهاتف. الصفة. الاسم الكامل. هما ولاو هنا كلهم مقادين. الهاتف. ليني 2 كولون 3. مثلا ما عجبتنيش هاد الكتابة هادي غادي ندير اوريجين. را سيليكسيون اسبا نقطة اسباس تا نوفي كولون دو كولون دو الف سيليكسيون هذا كان سيليكسيوني اسب الف لا الف
الأصف الهاتف خمس حم. نعاود نكتب دابا، نعاود نكتب في هاد البلاصة اللي هي خاوية. لاحظوا غندوز بالسهم، غندوز بالطاب. كولون 3 البريد الإلكتروني. كولون 4 التوقيع. لاحظتوا قبيلت كانوا ستة. كولون 3 كولون 2 كولون 2 خاوية. هنا غنعاود نكتب ألف الاسم، الاسم اللام كاف الكامل الكامل اسباس واو الصاد صفة تاء مربوطة والصفة والهاتف التاء فاء والهاتف اوريجين الف مازفا الاسم الكامل والصفة والهاتف البريد الالكتروني التوقيع. عفوا خليها تسي نديرو كنترول او. هيا تقدات نديرو طاب. كولون 3 كولون 4 كولون 3 ليني 2 ليني 1 كولون 2 الاسم الكامل والصفة والهاتف طاب. كولون 3 البريد الالكتروني كولون 4 التوقيع. لاحظوا دابا شفتوا هادشي، غادي ندير طاب غنمشي للرقم ليني 2 كولون 1 01 01 واحد كولون 2. ها الكولون 2 كاينة اللي فيها الاسم الكامل. كولون 3 ها كولون 3 اللي فيها الصفة. كولون 4 هذا فيها الهاتف. كولون 5 هذه اختي يكون فيها الايميل. كولون 6 وهذا كولون 6 هذا فيها التوقيع. اذا تيبان لي هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الشيء راه واضح. طبعا هذا الشيء دابا جاهز الا بغينا نبريميوه ويمكننا نخدموا به بشكل عادي. وهذه كتبقى ولله الحمد. هذا هو الا بغينا نسيبريميو راه حنا تكلمنا عليها. انا نوقفوا على ابليكاسيون شو سوبريمي لا ليني اونتيير باش يمشي السطر كله. الا درنا كولون اونتيير غادي تمشي هذيك الخانه اللي حنا مسيليكسيونيها كامله. اما الا درنا ديكالي لي سيلول فير لا دروات راه كيمشي ديال اليمين. هي اللي كتفيزيا ديال اليمين خاويه، ولكن هاد ديكالي ماشي دائما ماشي اكسيسيبل معنا، ما كتخدمش مزيان. ونتمنى من الله يكون هادشي واضح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.